السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ عساكم بخير، وياكم عبد الله حجازي بفلوق جديد. طبعا فلوق اليوم اني كلش سعيد بتصويره، لان صارت بي فرصة كنت اني يعني ما كنت اتمنى انه هي تصير، بس كنت حاطها ببالي انه كنت يعني دا ادور على هاي الشغلة وابحث عنها، بس صارت قدامي بالصدفة البحتة، والحمد لله والشكر قدرت استغل هاي الفرصة بالوقت المناسب. طبعا حتى توضح الفكرة اني دا احكي عن سيارة، بس هاي السيارة اني احبها كلش هواية، دائما امدحها، دائما اتغزل بها بالفيديوهات مالتي. سياره بالنسبه لي انا اعتبرها ملكه جمال السيارات. خل احكي لكم قصه صغيره عن اللي صار وياي وهاي السياره قبل لا اشوفكم اياها. كنت رايح طالع تيست بسياره ثانيه مثل ما شفتوا بالفلوج مال بي ام دبليو، كنت رايح بيها دا اسوي لها تيست حتى اسوي كلير يعني للسيستم مالتها، وبالطريق دا امشي لقيت سياره محطوط عليها فور سيل للبيع، حاطين عليها قطعه بالجامه الخلفيه. اباوع؟ لا هاي صدق، اباوع السعر؟ مستحيل، ما صدقت يعني، قلت معقوله؟ والحسن حظي انه كان الرقم همينه مكتوب على هاي القطعه. طبعا راح اشوفكم القطعه واشوفكم السعر وكل شيء، بس بدي احكي لكم القصه بشكل بسيط. طبعا انا بصراحه ما كنت شايل وياي كاش هواي، لما كنت متوقع ان انا راح اشتري السياره. المهم دقيت على الرقم، هي مريه صاحبه السياره، نزلت صاحبه السياره فشغلت السياره وطلعت بيها فر. السياره مو حلوه، سياره زينه، بس مشكلتها كلش وسخة وريحتها يعني صعب كلش ان الواحد يشتمها. هم اكو بعض الناس هنا ابدا ما يهتمون بنظافة السيارة. المهم افتريت بيها، انا عرضت عليها نص المبلغ اللي هي كانت طالبته، اللي هي كانت كاتبته على الورقة. انا قلت بصراحة مثل ما تقولون حصواية بظالمة، خل اشوف. كانت تقول لي اوكي، اني هيك ما محتاجة السيارة وارد ابيعها. اني وياي ولد صديقي هذا اللي شفتوه كان وياي من طلعت بالبي ام، قمنا واحد مباوع على يعني ما مصدقين اللي صار. المهم اعطيتها الكاش مالتها واخذت السيارة وطلعت. طبعا انا هذا الحكي قبل 3-4 ايام، واني بهال 3-4 ايام بصراحة كنت اريد اشتغل بالسيارة واسوي، بس قلت لا اريد اشوفكم اياها على حالتها، على حطتها من اشتريها قبل ما اسوي لها اي شيء. طبعا رحت اشتريت لها البارحة، اول بارحة رحت اشتريت لها من ولاية بعد عني 3 ساعات، تقريبا 3 ساعات ونص اشتريت لها ويلات واجيت، وهذا كان اول تعديل بقائمة التعديلات الان حاطه ببالي. فهسه خليني اشوفكم السيارة، لان ادري كلكم تحمستوا تريدون تشوفوها وتريدون تعرفون شنو هي. هي هاي السيارة فورد موستنج 2005، لونها هذا الصحولة ليجند لايم، هذا اللون من الالوان الحلوة بالموستنج. طبعا خليني اشوفكم اول مرة العلامة، لان بصراحة كنت رايد اشيلها العلامة من وقت، بس هم انا قلت لازم اشوفكم اياها السيارة مثل ما هي. كانت العلامة ملزوقة هنا، تشوفون هذا بعدها مكانها هنا، انا شلتها وغطيت رقم المراية على مود خصوصيتها. شوفوا فور سيل 2005 فورد موستنج ماشي 140,000 ب 3000 دولار ب 30 ورقة. اني طيتها بها 15 ورقة فقط، قلت لها هذا اللي عندي، يعني مثل ما يقولون تيك ات اور ليف ات، تريديها؟ تريدين ال 15 ورقة؟ لو ها هي خلاص. كان تقول لي ها اوكي جيبها ال 15 ورقة. طيتها الفلوس وطلعت واني ما مصدق. طبعا اكو شيء همينه كلش مميز بهاي السيارة غير اللون مالتها، السيارة غير عادي. هسا اشوفكم اياها من الداخل، بس اريد اشوفكم البادي مالتها. بس شنو مشاكلها؟ طبعا مشاكلها شغلات كازماتيك، يعني شغلات بسيطة اللي هي بالبادي. عندكم هذا اللون ما مبين يجوز بالكاميرا، مقفع هذا هياته، تشوفوه البنيد همينه بيه شوية هياته، وبهاي الصفحة الثانية همين اكو شوية مثل ما تشوفون، وبيها ضربة من هنا خفيفة، يعني اصلا ما مبينه. خليني اشوفكم اياها بس لان شويه المكان ضيق. شوفوا هاي الضربه بيها كلش خفيفه، اصلا يعني ما مبينه، وحتى اللون يعني صبغ السياره ما طالع، هذا هيك هذا كله يتنظف. فشي على شي السياره بالنسبه ل 15 ورقه يعني ممتازه. ها وبيها ارقام السنه 2020. واكو شغله ثانيه همينه مميزه بالسياره، طبعا انا اشتريت السياره من اول مالكه الها، يعني هي اشتريتها بسنة 2005 وهسه يلا باعت ليها. راح اشوفكم بيش كانت مشتريتها ب 2005، لان هي كانت محتفظة بقسيمة الشراء مالتها اللي هو يصحوا لها هنا الرسيد، محتفظة باوراق الشراء. فاني بصراحة من قالت لي اني وان اونر، اللي هي انا اشتريت السيارة من 2005، ما صدقتها، قلت يعني يمكن تكذب او كذا او يعني تريد تبيعها، بس من شوفتني الاوراق انصدمت. معقولة محتفظة بسيارتي صار لي 13 سنة وتبيعيها بهذا المبلغ؟ ما اعرف شنو السبب اللي خلاها تبيع السيارة، بس انا من فحصتها سيارة ممتازة. هسه خلي اشوفكم من الداخل مالتها. هذا الداخل مالتها، طبعا هذا الصوت مال السي دي لاطش.
لا اله الا الله الريحه عفانه عفانه ما ادري بقى الوصاخ اللي بيها بقى مع الكوشن يراد لي طبعا اكيد كوشن جديد هاي هناك وصاخ لي ورا وصاخ لي جوا سيارة متبهذلة طبعا المشكلة الرئيسية اللي بيها من الداخل هي شغلتين او ثلاث شغلات اكو العدادات كلها ما تشتغل جيجات يعني هذا تشوفون طبعا ايش حطيت يعني حطيت مفتاح الجيب وين مفتاح الموستنج هذا دمرني هذا الكاسيت مالته يراد ابدله لهذا مفتاحها هذا مفتاحها خلي نشغل باعوا هذا كله ميت الجيج مالتها كله ميت ما يشتغل هاي واحدة من مشاكل السيارة يعني اللي هي بسيطة نقدر نقول بالنسبة للسعر عندكم هذا الكاسيات خربان اسكت عاد اسكت مو دمرتني هسه شوية اسكت شوية جلد مال الجير هذا مشكشك والجيجات والشغلة الثانية الكرسي مالتها لا طش ما يتحرك فلازم اشوف ايش بي الماطور مال الكرسي هسه خلينا ندوس لها شوية سيارة نشطة يعني انتو اذا تركزون ما ادري يبين لو لا ها شوفوا بالقع راح تبين لو لا سيارة من ادوس لها بنزين تتحرك من مكانها المحرك بعده كلش هيلثي الكلتش مالتها حلو خل ارجعها شوية للسيارة بس خلي الجامة تصفى صار لي هوايه يمكن صار لي يومين ما فاتح خامة مشغله للسيارة طبعا مثل ما قلت لكم السيارة شي على شي زينة اللي يراد لي اني هسه بشكل سريع شنو يراد لي دعامية امامية سعرها 100 دولار مستعملة يراد لي الويلات اشتريت من الويلات اللي هو الاشياء المبدئية بس السيارة ما راح اصبغها اني راح اسوي لها تغليف التغليف اختاريت اللون مالها راح احط لكم اياه حتى تشوفوه على الشاشة ويراد لي هذا السايد سكيرت هي قالت لي هذا عندي اللي هي البلاستيك السوداء الصير اللي جوا خل اشوفكم اياها بالصفحة الثانية البلاستيك اللي تصير بهاي الصفحة يراد لها مينا واحدة احتمال اروح اجيبها من عندها بس هي تبعد عني ساعة ونص مكانها بعيد بس ما يخالف يسوى يعني بدل ما انه اتغرم مبلغ على مود اشتري هاي وبالاخير همينا يطلع بها مشاكل فاجيب مالتها الاصلية السيارة ماشية 140 الف مايل خلي اشوفكم المحرك مالتها السيارة على عهدتها تقول معتنية بيها السيارة الدهن كله كان تبدل بالموعد بس للأسف ما كانت مهتمة بنظافتها أنا كان عندي موستنج من هذا الشكل قبل فمن طلعت بها تراي وجربتها حسيت انه ما بها اي مشكلة هسه ان شاء الله التعديلات اللي ناوي اسوي عليها شنو اول شيء راح اشيل هاي الدعامية الخلفية احط دعامية ما جيتي لان هاي السيارة 6 سلندر 4000 سي سي طلع تقريبا 210 حصان فراح اشيل هاي الدعامية حتى شنو اجيب مال الجيتي صار بيها فتحة من نانا وفتحة من نانا دبل صالونصة سيارة تجي بيها صالونصة واحدة راح اخورها اسوي لها دبل صالونصة اسوي لها تغليف ابدل الويلات مالتها طبعا انا اشتريت هالويلات اوريدي فراح اروح هسه اركبها انا وياكم ورا ما ننظف السيارة وبعدين اغلفها اخر شيء انصيها همينا شوفوها عاليه عن القاع هي راح انصيها للسياره راح يصير شكلها كلش حلو همينا راح ابدل هاي الضوايات الاماميه راح اشتري جلوب راح اشتري لها ضوء يصير بي زينون يصير زينون من النص ويصير من هنا بي ثلاث ضوايات ليد نفس سالفه ال 2015 حاشتري طبعا الدعاميه الاماميه راح اصلح هذا الضرر اللي موجود هنا طبعا رادوا مني ثلاث اوراق على هذا الضرر بدي تشوفوه من هنا همينا بها طاجات صغيره ما اعتقد تبين همينا من يعني السياره يراد لها شويه شغل بالبادي مالتها بس أنا إن شاء الله ناوي أطلعها كلش حلوة هاي قسمة الشراء طبعا شوية قديمة صار 13 سنة الورقة 2005 فورد موستنج وهذا السعر مالتها هيات يلا يلا يا كاميرا هذا السعر مالتها وقتها كانت 21 ألف دولار 670 يعني شتين تقريبا هاي السيارة اللي اشترتها قبل 13 سنة بشتين هسه باعتها ب 15 ورقة بس الحلو انه هي باعتها للايادي الصحيحة انا احب الموستنج واني باذن الله تعالى راح اخلي هاي السيارة تشكشك وصلت هسه الغسل طبعا ما اقدر اصور لكم الطريق لان لازم ابدل نمر فما اقدر الزم الكاميرا وابدل نمر بنفس الوقت فراح اصور لكم بس من اوصل للاماكن اول شيء هذا الغسل هياته راح الغسل هذا ميزته انهم عندهم مكناسه
فراح اكنس السياره حتى شنو اطلعها نظيفه. هذا صار شكل السياره ورا الغسل مثل ما تشوفون، كل الوساخه من عليها راحت. السياره بيها لمعه، يعني ما كنت متوقع انه بها لمعه. تشوفون انا هياتني واقف، فراح اعيد النظر بموضوع التغليف. بصراحه ما اعرف، لازم افكر زين بالموضوع، اشوف شنو الحل الانسب يعني للسياره، لان لمعتها حلوه مثل ما تشوفون. حيات انا ما كنت متوقع هيك ابدا. وهسه طبعا راح اركب الويلات، راح تطلع السياره بعد هوايه احلى. هسه شنو الحلو بهذا الغسل؟ انهم عندهم مكناسه ببلاش، يعني الوقت مالتها تقدر تستخدمها مثل ما انت تريد. فاللي راح هسه اسويه راح اقعد انظف السياره على كيفي واشوفكم وياها ورا ما اكمل تنظيف. طبعا لقيت مصدر الريحه الجايفه، جريت الكرسي ولقيت هذا الحذاء الخايس جوا الكرسي، بي ريحه اعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم من ريحته الجايفه. راح اشيله هسه واكمل تنظيف. نعل على باعشك هنا باع الحشرات، ما ادري اذا تطلع بالكاميرا لا لا، باع الحشرات كلها ميته هنا أنا. مستحيل. هذا صار منظر السياره ورا التنظيف، ما ادري اذا مبين عدل لا، بس نظفت تماما. وصلت الى الشوب وراح ابدل الويلات، لان الويلات ما تهياتت جابهن من البارحه. هذني راح اجي واحطهم بدل هذني الويلات اللي هن الستوك مال السياره. هاي السياره من جوا خلينا نشوفها نظيفه والله من جوا، ما بيها مشاكل. شنو هذا؟ هذا شيل مصاصف. ها؟ شيل مصاصف. وين شغال هذا؟ حتى ما ترجع في ياخذ على جاي هنا والله هنا في قال حتى ما ترجع. اها اوكي زين من جماعة، ما مزنجرة، ما هذا ماكو ليك من هنا. اي هذا الديسك باقي بي شوية، بس بعد نقدر نقول بيروح. هي السيارة شوية ميراج، الشمعات شمعاتها تعبانة، هاي الشمعة لازم تتبدل يعني، بس مو هسه، شوية هسه خلي اضبط شكلها وبعدين نبدأ بالميكانيك. هذا اول ويل قاعد هسه، بس ما راح ابين شكل السيارة الا الويلات كلها تقعد. اكو شغط بالويل، ما ادري سبحان الله، يمكن بحده صار مو شو ما تحكي. هذا الشكل النهائي للويلات السياره، طبعا كلش حلوات طبعا، يعني لايقه جايه على السياره. بس هذا عندنا التاير يراد له نفخ ناصب. مثل ما شفتوا الويالة على السيارة قعدت بشكل كلش حلو بصراحة. أنا يعني عجبني شكل السيارة ورا ما نحط عليها الويالة. بالنسبة للمسجل ما لحقت أصوره، ما أبو المسجل، لأن طبيت وطلعت بسرعة، دفعت له 200 دولار وباكر إن شاء الله راح أروح أركبوا لي المسجل الجديد. طبعا السيارة هذه الشغلات المبدئية اللي دا أسويها بيها، بعد راح أقلبها على بطانة، فإن شاء الله بكل تحديث أسوي للسيارة، تحديث كبير يعني مو شغلة بسيطة، راح أسوي فلوج وأشوفكم شنو اللي سويته. السيارة هاي راح تكون مشروعي، إنه أنا راح أبنيها لحد ما تكون سيارة مميزة، فأريدكم تتابعوني أول بأول حتى تشوفون شنو اللي راح أسويه أنا وشنو مشاريعي اللي جاية. طبعا أكو همين سلسلة من الفلوجات راح تكون كلش قوية وكلش راح تعجبكم، وإن شاء الله راح تكون بالمستقبل القريب مو شي بعيد. وإذا عجبكم فيديو اليوم تعرفون شو تسوون، دوسوا لايك، سووا سبسكرايب للقناة، شير لهذا الفيديو، وانتظروني بالفيديوهات الجاية.